يوتيوب بالمجد للأطفال. اشترك الآن. الحمد لله اليوم وغدا إجازة، انتظرتها طويلا، لكن ماذا أفعل؟ رتبت غرفتي وقرأت قصة. ماذا سأفعل؟ سألعب بدميتي. ماذا تريدين يا دميتي؟ سأسرح شعرك. زارنا الصبح المنير، إذ تنفس بالعبير، مشرقا يدعو الورى، سبحوا الله القدير، الذي بث الحياة، فاستفقنا من صباح. لا إله إلا الله. يا إلهي، لقد مللت منك. ماذا أفعل؟ أريد شيء يسليني ولا أمل منه. ماذا سأفعل؟ سأشاهد التلفاز. أهلا ومرحبا بأميرة البنات. من أنت ومن أين تكلمني؟ هل تريدين المتعة والفائدة والحماس واللعب؟ نعم، لكن من أنت؟ هل تستطيعين إدارة فريقك مثلي؟ نعم. هل لك القدرة على الفوز مثلي أيضاً؟ نعم. هل عندك الحماس للتحدي معي ومع فريقي الفائز دائماً؟ نعم، وسننتصر اليوم. ها 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 ها، لنرى لنرى يا أميرة. بسم الله. السلام عليكم، جاهز للهزيمة اليوم؟ وعليكم السلام. أنا متأكد مليون بالمية أني راح أفوز اليوم. الحلقة يوم أنت وفي وأنا ومشعل، وش اللي يهمني يوم تخسرون؟ أهم شيء يوم روشتكم بالثلج. والحلقة اللي قبلها روشناك وديناك لإفريقيا، بس ما أدري شلون جيت. وانتي وديناك لندن، شلون جيتي؟ انا اركب طياره. وانا رحت بالسياره. كان الحين قعدت سنه عشان تجينا. لا، اسبوع تراها عادي. اقول لك كان قعدت سنتين. اقول لك بتخسرون اليوم. اقول لك حنا راح نفوز. من سبع المستحيلات تفوزون. هاي 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 هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ طيبين. أموركم طيبة؟ طيبة الحمد لله. إيش جابنا هنا؟ ها؟ أنت سأسمع أنت مين؟ هذا الحصالة؟ برنامج الحصالة؟ لا، هي وهو؟ لكن أنت قطعت فترة. قطعت فترة؟ إيه. أنا في الحصالة، الحين إيش جابني في هو؟ ما أدري. يلا بروح الحصالة، أروح؟ لا، خلوني أروح، عموري أروح؟ كيف حالكم؟ الحمد لله. أموركم طيبة؟ الحمد لله. طيب، إيش رأيكم كذا؟ يعني ها، تعطوني أقوى تحية؟ يلا سلمي. طيب، نقول يا هلا ويا مسهلا، حياكم الله وحياكم جمهورنا الكريم في برنامجنا وبرنامجكم الجميل. هي هو هي هو. يلا جري جري ورايا ورايا. الله 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 الله. يا عموري يا عموري، قولوا يا عموري يا عموري.